صحيح عن فيسبوك، عم نحكي عن عائلة فيسبوك. وين فيسبوك؟ التطبيق الأزرق، واتساب، انستغرام، ويب بليس، اوكيلوس، يعني خدمات كثيرة اللي بنستعملها نحن كل يوم. هن على عدد كبير من السنوات عم يشتغلوا كانوا فيسبوك ليكون عندهم بنية تحتية أساسية موحدة لكل الخدمات. هي الفكرة من وراها شو؟ لما يعملوا تحديث على واتساب أو على ماسنجر فيها تكون هذه نفس الخاصية توصل لإنستغرام بطريقة سريعة وسلسة. وكمان بيكون في توفير للتكلفة، حتى ما يكون في فريق بس لرسائل انستغرام وفريق لرسائل واتساب، فبقى بيكون في يعني فرق موحدة وتقنية وبنية تحتية أساسية موحدة. فهيدي بتفيد، بس كمان المشكلة إذا صار مشكلة تقنية مثل ما صار معنا من هالكم ساعة بيأثر على كل هيدي العائلة. بالضبط. خلينا نحكي أكثر شوي بالمشكلة اللي صارت. هلا يعني هن التقنيه بسمون دي ان اس وبي جي بي، بس هي يعني اذا بدنا نحكي مضبوط شو هي، خلينا نعتبر هي خريطه كيف نوصل على محل، كيف نحن مثلا جهازنا انا بدي اوصل من هون لمطعم معين بيقول روح يمين روح شمال، والانترنت نفس الشيء، يعني في خريطه معينه لاوصل انا من هالمحل لهالمحل، وهيدي الخريطه عم تتحدث على صعيد يومي حتى نقدر نحن توصلنا المعلومات بسرعه. يعني الصورة تفتح بسرعة، الفيديو يفتح بسرعة، بتعرفي نحن خلقنا كثير ضيق، بدنا سرعة 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 تماما. فهيدي الخريطة عم تتحدث كل يوم، فيها التحديث يلي صار الخريطة تخربطت، يعني بدل ما نوصلنا على المطعم وصلتنا، يعني بتصير معنا اوقات الجهاز وصلنا على طريق مسدود، نوصل على الخريطة وصلت لهون وصلت. فهيدي المشكله التقنيه يلي صارت، يلي صار في تحديث لخريطة الانترنت عن طريق الدي ان اس وبي جي بي، يلي خلى هيدي الخدمات انها توقف. وهن لانه بنيه تحتيه اساسيه موحده كلهم وقفوا.